نعم. بكل صراحة نعم. يعني من غير دبلوماسية نعم. هل حضرتك حاسين أنه سلمتوا شعلة الإعلام الجزائري إلى أيادي أمينة؟ صح، ساعات فيها أخطاء، هذه إحنا بشر، أخطاء كذا، لوم نفسي، يدين يعني هي غيرة أكثر من شيء آخر، موش لوم، غيرة، نقول لي لا كنت قادرة ولا قادر يصحح المعلومة، أخطأت وصحح وأعتذر لدى المشاهد، لأن المشاهد موش متلقي، موش غبي، موش فيه احترام المتلقي ولا فإذا نظن أن هذه الوثيقة تتبنى هكذا، لكن أخطأت أنا في جلسة اليوم وأخطأنا فأخطأنا في كلام، لا والله ما حبيت نرجع للموضوع هذاك لأنني ما كنتش أقصد، كنت نقصد الفكرة الفلانية. ساعة القصد ما هوش الإنسان ما يقصدش باش يغلط ولا باش يأذي، ولكن تفوت اللسان، زلة اللسان، فلابد أن نستدرك.